كشف الناخب المغربي هيرفي رونار لأحد المواقع بأن هناك شخص ما يحاول زعزعة وضعيته. وتابع رونار: منذ تولي مهمة الإشراف على المنتخب المغربي لمست بأن هناك شخص قريب من الصحفيين يحاول زعزعة استقراري بمدهم بأخبار غير صحيحة حولي، غير أنني مركز على أهدافي. وأضاف: أركز حاليا على المباراتين القادمتين أمام مالاوي والأرجنتين وسأتابع عملي بهدوء. ولم يسبق لهيرفي رونار منذ خرجته الإعلامية أن وجه اتهاما مباشرا بهذا الشكل لشخص ما، حيث كان يتفادى ذلك، غير أن الأخبار التي راجت بقبولها عرض بالجامعة الإماراتية لتدريب منتخب بلادها هي من ساهمت في تحريك المياه الراكدة. ويرد بتصريحه هذا من روح الخبر، علما أن الصحافة الإماراتية كانت قد كشفت بأن هناك اتفاق حصل بين رونار والجامعة الإماراتية لتدريب المنتخب الأبيض، وذلك استنادا على حضوره لإحدى المباريات كأس آسيا التي فازت بها قطر مؤخرا. كشف الرئيس التنفيذي لبروسيا دورتموند لمجلة بيلد أن النادي الألماني يسعى لتمديد تعاقده مع المدرب السويسري لوسيان فافري بعد بداية الموسم الرائع التي وقع عليها في أول موسم له مع الفريق. وقال الرئيس التنفيذي في تصريح لبيلد: من المنطق أن نتحدث معه قريبا بشأن تمديد التعاقد لأنه ببساطة يقدم عملا جيدا. وأضاف: التعاون بيننا ممتاز وبالتالي نود استمراره، ومن شأن هذا القرار أن يخدم الظاهرة أشرف حكيمي، خصوصا إذا ما أصر النادي الألماني على شراء عقد الدوري المغربي بعد انتهاء فترة إعارته من ريال مدريد، حيث سيواصل العمل تحت قيادة المدرب الذي منحه الثقة ودفع به للتألق حتى بات واحدا من نجوم الفريق المتميزين. وكان فافري قد تولى تدريب دورتموند مع بداية الموسم الجاري ويستمر عقده حتى عام 2020.